يمين الولاء. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على أمنها وسلامتها، محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها، حاميا ومدافعا عنها، في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، داخل وخارج الجمهورية، مخلصا لرئيس الجمهورية، مخلصا لرئيس الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذا لأوامر قادتي، منفذا لأوامر قادتي، ومحافظا على سلاحي، ومحافظا على سلاحي، لا أتركه قط، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد. كلمة مدير الكلية الفنية العسكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، يسعدني أن أرحب بسيادتكم في هذا الصرح العسكري العلمي العريق الذي تغمره البهجة والفرحة بتشريفكم في هذا اليوم، حيث نحتفل بتخريج دفعة جديدة من أبنائه بعد أن تم تأهيلهم عسكريا وعلميا وأثبتوا أنهم جديرون بشرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة ضباطا مهندسين. سيادة الرئيس، إن أبنائك إذ يتشرفون بحضور سيادتكم اليوم يستشعرون الفرحة الغامرة ويستلهمون خطاكم الرشيدة على الضرب، ويرون فيكم القدوة والمثل والإخلاص والعطاء، يتطلعون بقيادتكم إلى مستقبل زاهر ملؤه العزة والفخار، ويعاهدونكم على أن يظلوا دائما جنودا مخلصين أوفياء وعلى استعداد ليكمل الرسالة ويلبي النداء. سيادة الرئيس، لقد خضتم أشرف المعارك دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته في مرحلة من أهم مراحل نضالنا الوطني، فضربتم المثل والقدوة في التفاني والإخلاص، وقدتم نسور الجو لفتح طريق النصر أمام قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر 73، ثم توليتم قيادة سفينة الوطن بكل حكمة واقتدار من أجل بناء المشروع الحضاري المصري العظيم. سيادة الرئيس، إن الدفعة 47، دفعة الفريق محمد سعد الدين مأمون، هم خيرة أبناء هذا الوطن، تم تأهيلهم طبقا لمعايير مدروسة ودقيقة في مختلف التخصصات الهندسية على أرقى وأحدث النظم العالمية، ليمثلوا قوة دافعة وانطلاقة فتية ترقى بهم قواتنا المسلحة وتزداد قدرتها على مواكبة التقدم المتسارع الذي يحدث في العالم الآن. سيادة الرئيس، اسمحوا لي أن أتوجه بأصدق التحية والإجلال إلى القيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه للكلية الفنية العسكرية من الرعاية والتشجيع وتحفيز قدرات البحث والابتكار وتفجير طاقات الإبداع، وقد انعكس ذلك على المكانة البارزة والسمعة الطيبة للكلية بين مثيلاتها في العالم، وأصبحت قبلة ومنارة للعلم تستقبل الكثير من الوافدين من الدول العربية الشقيقة والإفريقية الصديقة كطلبة لمرحلة البكالوريوس أو للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، وقد برز ذلك جليا في المؤتمر الدولي العلمي لكلية هذا العام والذي شارك فيه باحثون من أكثر من 40 دولة. أبناء الخريجين، بالأصالة عن نفسي وباسم جميع العاملين بالكلية، أتقدم لكم ولأسركم بأطيب التهاني القلبية في هذا اليوم بيوم تخرجكم من هذا المعهد العريق. تملكون العزيمة والإصرار والالتزام والانضباط والتفاني والإخلاص. أوصيكم أن تكونوا أوفياء مخلصين لوطنكم، وأن تظلوا على الدوم أوفياء للقسم الذي أقسمتموه بالذود عن الوطن والدفاع عن أمنه وسادته. كونوا دائما منارة للعلم المتقدم والتكنولوجيات الحديثة على طريق تطوير ورفعة قواتنا المسلحة، فهي بحق كما قال قائدنا الأعلى
هي مصنع الرجال، هي الجسارة والتصميم، هي الولاء والفداء. سيادة الرئيس، لقد حملني أبناؤك الخريجون رسالة شكر وعرفان وتقدير لسيادتكم على مشاركتهم احتفالهم بهام تخرجهم، وقد قطعوا على أنفسهم عهدا وقسما بأن يقدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن متى تطلب الأمر ذلك، لتبقى رايات العزة والكرامة ترفرف على كل شبر من ثرانا المقدس. عاشت قواتنا المسلحة قوية مهابة بفضل دعمكم ومساندتكم لها، ودامت مصرنا الحبيبة واحة الأمن والأمان في ظل زعامة ابنها البار وباعث نهضتها الحديثة السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية. في ظل زعامة ابنها البار وباعث نهضته الحديثة السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الرئيس، اسمحوا لي أن أتقدم بهدية تذكارية بمناسبة تخرج الدفعة 47 فنية عسكرية. السلام الوطني، سلام سلام. تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية.